يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم إيش بتسوي؟ مقلبنا اليوم إنساني، ممثلنا الشيبة عنده رسالة من ولده وواقف في سوق واقف، ما هو بقادر يقرأ الرسالة لأن نظره ضعيف، فيروح لضحية من رواد السوق عشان يقرأ له الرسالة القاسية اللي من ولده، وهي أن عزيزي المشاهد، لو جاك ريال كبير في العمر وعنده مثل هالرسالة إيش بتسوي؟ ممثلنا في السوق واقف ينتظر مرور ضحية عشان يبتدي المقلب. حبيبنا يعطيك العافية. عافيك. تقدر تقرأ لي هالرسالة؟ الله يرضى عليك. ابني أعطاني إياها وأعطاني فلوس وتركني ومشي. طيب. بس بدي أفهم شو اللي كانت معك؟ النظارة مش معي. يابا أنا ترددت كثير قبل ما أكتب لك الرسالة، وبدي إياك تعرف إنه كل شي راح أعمله إجا غصب عني وما عندي حل تاني. تعال ابني نقعد شوي. الله يرضى عليك، سمعني كل كلمة كل كلمة كل كلمة حكا. تفضل ارتاح، بس سمعني. الله يرضى عليك، سمعني شو اللي بده إياه. أعطاني فلوس، رماني في هالمكان. أنا آسف، آسف لأن الدنيا أجبرتني أختار بينك وبين مرتي، لأني مش قادر أوفق بينكم، وبدي إياك تعرف قديش الموقف صعب، ولولا الظروف ما كنت راح أسوي هيك، لأن الاختيار مش سهل. أنا تركت لك مبلغ بيكفيك لتدبر أمورك لفترة، بس يا ريت ما تتواصل معي أو تتصل لي مرة ثانية، ويا ريت تتفهم موقفي. مع السلامة. تمام، الأمور طيبة. شو أول شيء فطرت؟ تروقت؟ الحمد لله. أكيد؟ والله يا ابني فطرنا في البيت. طيب. ونزلت أنا وابني وأعطاني، بقول لك فلوس. طيب. وصلني هون وأعطاني فلوس وأعطاني الرسالة. طيب. وقال لي، قلت له يا ابني شو هاي؟ قال لي، قلت له نظارتي مش معي ما بشوفش. أي. قال لي خلي أي حد يقرأ لك إياها. ما فيها إلا الخير، ما فيها إلا الخير. إن شاء الله خير، بس سمعني. يعني هلا أنا يعني إذا راح أقرأ لك إياها. اقرأ لي. إيه شوف. الله يرضى عليك. إذا راح أقرأها إلك. نعم. وإذا ما راح أقرأها إلك ما راح تأثر شيء، تعرف ليش؟ طيب خليني أعرف بس شو اللي فيها. بقول لك. أعرف شو اللي فيها. بقول لك شو اللي فيها. اللي فيها الظاهر صاير في مشاكل هو مع زوجته من هالقبيل هذا، فهو ما بده يزعلك. طيب ابني. ايه يحكي لي. لا هو ابني هو اللي درسته وعلمته واشتغل بالطوب علشان اساعده لغايه ما يتخرج ويشتغل. بالضبط. في زعل؟ انا على العكس، اذا في زعل بينه ومرته ممكن اتدخل واحلها. هو ما يبي الموضوع يطلع يعني يطلع بوجهك، لانه انت مثل ما نقول يعني يخاف على عمرك، يخاف على صحتك، يحب يعني مثل ما نقول إداريك، يحب يعني. احنا شوف، اول شيء انا عراقي. حياك الله. الله يحييك ويبقيك. اهلا وسهلا فيك. انا بالنسبة لي ما عندي اي مشكلة، تعال عندي اقعد ريح. الله يرضى عليك. انا قاعد الحالي. يعطيك الصحة. والله العظيم قاعد الحالي. الله يجبر خاطرك. وشغال هنا في سوق واقف حاليا. الله يرضى عليك. اطلع انا شغل وارجع، غداك اكلك نفسك، هذا كله عندي يا حبيبي. والله العظيم الله انا اعتبرني ابنك وانت ابني واعز من ابني. الله يرضى عليك. انا ابنك وانسى هذا الابن يا ابني. هذا الابن انسى مبدئيا فترة يومين ثلاثة لحد ما طيب يصير موضوع وانا حاضر. طيب تخدمني خدمة. أخدمك بعيوني. بس تحكي معها تليفون. اي ابشر. تقول له اني انا قاعد هون. أبشر. شو اعمل؟ شو اتصرف؟ أبشر. وين اروح؟ ابشر. تبشر بالخير. معاي تليفون وانا. ابشر. معاي تليفون والله يرضى عليك. ابشر ابشر. والله يا ابني ما قصرت معاه. ابشر. لا انا قلت لك هو اذا هو ابنك انا ابنك في اثنين. الله يرضى عليك. تعال الله عندي يرضى عليك. معزز مكرم، اكلك الله نفسك شربك كل شيء. الله يرضى عليك يعني العين اللي البيت اللي ما يشيلك العين تشيلك. الله يديم عليك الخير حبيبي. الله لا يديم بالعكس عليك الخير ويرضى عليك ويسهل الامور. اللي فاقد الاب ما يحس بهذا الموضوع الا اللي فاقد الاب. الله يرحم والدك
أحوال فيرح الله يرحمهم وإن شاء الله الله عوضني بك إن شاء الله. كيف لي أحكي؟ لعل الله يرد، ربنا يحنن قلبه ويرد. قرر الضحية أنه يتصل بابن الممثل، لكن ما كان يدري أن اتصاله كان في فريق العمل. يا رب. ألو، فرجك يا الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك العافية حبيبي. الله يعافيك. شفت والدك في مكان معين في سوق واقف وصاير رقمك وانت كاتب له مسج الظاهر. صحيح. طيب هذا المسج، اسمح لي بالكلمة، هذا المسج انت صاحي من كتبته ولا؟ يعني انا اعطيته رسالة، لما بدي احكي له الكلام بوجهه ما بقدر احكي بوجهه بصراحة، أكون صادق معك يعني، وأعطيته مصاري بتكفي إن شاء الله 10 أيام 15 يوم. شو بحكي يا بني؟ طيب أوكي. طيب يعني بس أبي أفهم شغلة واحدة، أنت لما كتبت الكلام هذا يعني أنت كامل قواك العقلية يعني ولا عندك يعني مشاكل ثانية وكتبت المسج؟ والله بصراحة المشاكل يعني أنت بتعرف ما فيش حدا ما عنده مشاكل في الدنيا يعني. مرتي حكت لي يعني ما بنقدر نعيش مع أبوك يعني بصراحة، أكون صريح معك. طيب أمم عمو، بس لحظة واحدة، أنا هون 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 قريب عنك، بس استريح خليها أطلب لك مي. شو بحكي لك؟ بس بحكي لك بحكي لك. طيب أطلب لك مي؟ لا هلا كان شربت. طيب دقيقة بس، تفضل تفضل. طيب محمد يعني بس موضوع الأب، تعرف شنو هذا الأب ولا ما تعرف؟ انا هسه من 3 أشهر، بس من 3 أشهر صرت اب يعني، اجوني توم والمفروض هو يقدر كمان الحياه وصعوبتها يعني. تدري شنو؟ شوف انا فاقد والدي من 2005 اوكي، وبعدها فقدت والدتي. الله يرحمهم. يرحم والديك يعني. اتمنى يوم واحد، اتمنى مش يوم واحد، اتمنى ساعه واحده بس عشان اخدمهم وارد لهم جميل يوم من الايام هذه الراحه. انت يعني انت الشيء اللي قاعد تسويه ترى مش طبيعي. طيب هو يعني ما صاير هذا عندنا، ما صاير يعني، عيب حبيبي، انت مبين انسان. طيب هو مين اللي بيتحمل مسؤوليه، مين، الاب ولا الابن؟ بصراحه انت غصبا عليك تخدمه بعيونك. لا فيش اشي بالغصب، فيش اشي بالغصب أخير. لا 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 حبيبي، غصبا عنك. تعرف شنو غصبا عنك؟ غصبا عنك تشيله وتنظفه وتمسحه وتوكله وتشربه وتنومه الى ان ربي ياخذ امان. اسمعني، انا المشكله بمكان عام وما اقدر اخلي ابوه، وما يعني انا مشكلتي انفعل بسرعه، فهذا الموضوع يؤذيني. تعرف شنو يؤذيني؟ ف يعني انا ما اعرف يعني ما اعرف انا شلون شنو الطريقه اللي احكيك فيها. مدى لا اتكلم براحتك، انا ما قصه تتكلم براحتي حبيبي، مو قصه تتكلم براحتي، بس هذا ابوك. تعرف شنو يعني ابوك؟ بعرف يعني تقتلها روحك حتى تجيب له اكل، تقتلها روحك حتى توفر لك اي شيء هو اللي طلبه غصبا عليك حبيبي. الله يرضى عليك. اسمح لي انا اذا احكيك، ترى انا يعني واصل لمت يعني اب يعني ما اقدر يعني يعني ما اعرف، ما اقدر اعلي صوت لاني بمكان عام. طيب انا يعني شوف، هذا ابوك عندي، هذا الرقم سايبه عندك، ابوك انا راح استضيفه عندي بالبيت. خليه يروح يا اخي، خليه يحجز له طياره ولا شيء، خذه على المطار. انا اعطيته مصاري، خذه على المطار يسافر على اول طياره. انت شنو المصاري؟ ليش المصاري؟ شنو المصاري؟ كل شيء بالدنيا المصاري، مو كل شيء بالدنيا. طيب هي 10 أيام بس مرتي ترضى أنا براجعه البيت. أنت صدق تحكي؟ شنو مرتي ترضى؟ لك بابا شنو مرتي ترضى؟ أنا بحبها كثير يعني. أنا راح أقول لك كلمة وأنت كيفك تزعل، ترضى كيفك، أنا رجال ابن رجال، بس أنت اسمح لي مو رجال. السلام عليكم. لا لا لا، لو سمحت. هلا إيش قال لك يا ابني؟ طمني شو صار، شو حكى؟ عمو حبيبي لا تتضايق، بس طمني شو حكى، شو قال هو؟ هلا انت سبيتني، شوف وانا بتكلم معك قمة الادب. نعم الحمد لله انا انسان متربي وما بغلط على حدا. اوكي يعني
أنا حكيت لك 10 أيام بعدين بأخذ. حبيبي حبيبي، من الأخير من الأخير من الأخير، أنت هذا أبوك إنسى، أنا هو صار أبوي من اليوم وأنت إنسى. شو أبوك من اليوم؟ وين بتعرفه؟ هو عم يتمسكن على فكرة، يمكن عم حبيبي يتمسكن ولا ما يتمسكن، هذا رجال بهالعمر هذا زين، هذا تشيله تشيله على راسك وتمشي بيه، فهمتني ولا لا؟ هذا آخر كلمة عليك. قلت لك أنا كلمة أنت تعتبرها سب، تعتبرها إهانة بالنسبة لنفسك، هذا شيء راجع لك. طيب لكن أنا ما أرضى عليه، أنا ما أرضى عليه، هو عندي ضيفي منا لحد ما منا لحد ما يعني الله يطيب صحة ويعافيه، فانسى ويرضى عليك. طيب يعني خلاص ما في أمل؟ الله يرضى عليك يا خلاص خلاص لا تكلم، خلاص إذا في شيء كلم. يعني أنت بتأخذه معك؟ السلام عليكم. السلام. معك برنامج بتسوي؟ الله حبيبي. من قناة الريان؟ يا مرحبا. راح تكون معنا إن شاء الله في رمضان؟ كاميرا الخفية معليش. سامحنا. دمرتوني. أنت رجل طيب. دمرتوني. رجل تملك أخلاق. حبيبي. نعتز فيها. حبيبي. هيك الإنسانية. ملي الشرف. هيك الأخلاق. لفاقد أمه أب صعب. الله يرحمه. الله يغفر لهم إن شاء الله. الله يرحم الجميع. أنا أتمنى يوم واحد، والله أتمنى يوم واحد عشان أرد لهم الجميع. أكيد أكيد. والله جاني رجال يعني بمقام أبوي كبير في السن وطلب من عندي إنه أقرأ له رسالة، والرسالة هذه محتواها كان بصراحة سيء جدا، ما قدرت أقرأ لها بصراحة لأنه الموضوع صعب جدا إنه أقرأ لها. إحنا معروف علينا العراقيين شوية قلبنا عاطفي، وأنا من نوع العصبي رأسا أنثار يعني بصراحة، فهو لو كان يمي بالحقيقة يعني ما أعرف شو أقولك، بس بالعراقي يعني أقولك كان خبست يعني أذبح أكتل. هي شغلة صعبة بصراحة وموجودة بهالزمن هذا، بس إحنا على قولتنا إحنا جيل الطيبين يعني تربينا على شغلات صحيحة، فمستحيل يعني أمك وأبوك فوق كل شيء بالوجود. استفزني بالاتصال انه هو لا ابالي ويقول لي اني اول شيء خلي اقنع زوجتي، انا على قول اخواننا المصريين تغور المره بالعيال، امي وابويا لا، هذول لا يعني نو واي، خط احمر ما اقدر، مستحيل يعني شغله صعبه جدا.